بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم، أسعد الله مساءكم بكل خير من قناة درمان الفضائية قناة الحرية والجمال. نلتقيكم هذا المساء في برنامجكم عزيز السودان، تحية واحتراما. هذا البرنامج الذي يعنى بمناقشة قضايا الولايات. اليوم نشد الرحال إلى جنوبنا الحبيب لولاية جنوب كردفان، حيث ظلت جنوب كردفان تكتوي بنار الحرب عدة سنين، ما أن تم التسوية ما إلا وأتى انهيار بعدها لتبدأ الحرب للمرة الثانية. لم تراوح القضية مكانها حتى هذه اللحظة، ظلت جنوب كردفان حاضرة في كل محافل التفاوض التي شهدتها البلاد. نأمل أن تكون ما تجري الآن من تفاوضات وحوارات هي آخر القضايا التي يمكن أن تحسم فيها هذه الملفات. فوق هذا وذاك، مع وجود نيران الحرب وهجير النزوح، ابتلي إنسان جنوب كردفان بدمار البيئة التي سببت له الكثير المثير من الأمراض والوفيات، وظلت التحقيقات مطلب شعبي في ولاية جنوب كردفان بمحلياتها حتى هذه اللحظة. السيانيد وما أدراك ما السيانيد، والتدهور البيئة السكانية في ولاية جنوب كردفان وعملية السلام، هذه القضايا جملة نناقشها في حلقة بعنوان جنوب كردفان البحث عن صحة البيئة وتحقيق السلام. يسرني أن أرحب بضيوفي داخل الاستديو، الأستاذ الصحفي وقيع الله حمود شطة. أهلا مرحبا بك أستاذ وقيع الله. مرحبا أستاذ عمر. كما أشرفني أيضا أن أرحب بضيف البشمهندس عمر سراج الدين عمر، رئيس حركة كاد. مرحبا. شكرا أستاذنا عوض، وشاكرين الاستضافة. أهلا مرحبا بكم وأنتم تقضون معنا هذا المساء. كما سينضم إلينا عبر الهاتف إن شاء الله في ساعات أو في الدقائق التي ستلي الأستاذ الصحفي والناشط السياسي عوض الله صافي نواي. أستاذ شط، ربما يكون ولاية جنوب كردفان بكل هذه المصايب والإحن التي ذكرناها، رغم الحرب وإيلاتها وما سببته هذه الحروب من آثار، هناك الآن مشكلات تواجه هذه الولاية. بالأمس توجه وفد من المركز إلى جوبا، يضم عدد من قادة المجلس السيادي، وهم ذهبوا إلى عاصمة جنوب السودان جوبا بغرض التشاور مع الجبهة الثورية ومكونات جنوب كردفان تحديدا التي يمثلها عبد العزيز الحلو في حركة الشعبية. نريد مدخل لهذا الحديث، أن ننظر ما هي أهمية هذا الوفد الآن وأهمية السلام نفسه في ولاية جنوب كردفان بكل هذه الخلفيات التي ذكرناها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وبعد. بداية شاكر لك أخي عوض هذه الاستضافة في قناة أم درمان الفضائية، وأيضا لا بد من الإشادة بهذا البرنامج. أعتقد هذا البرنامج واحد من البرامج الناجحة والمهمة لما لها من أهمية في تسليط الضوء على شؤون الولايات، خاصة إذا علمنا أن الآن ما زحمت المركز والقضايا المثيرة كثيرة جدا في وسائل الإعلام والصحافة والفضائيات، ربما تناقش قضايا المركز أكثر من أي قضية أخرى. وقضايا الولايات دائما نصيبها بضع تقارير وبضع دقائق يسلط من خلالها الضوء في نشرات الأخبار الرئيسية إلى آخره. أما أن تخصص حلقات وبرامج وحلقات خاصة للولايات، أفتكر هذه من القضايا المهمة جدا. فإذا هذا البرنامج محل إشادة. ولاية جنوب كردفان ظلت حاضرة في مشهد وسائل الإعلام والصحافة والميديا بصورة عامة لأكثر من 3 عقود من الزمان، وهي الفترة الطويلة جدا التي شهدت فيها ولاية جنوب كردفان الحرب. وتوقفت الحرب بعد اتفاقية نيفاشا 2005 بضع يعني سنوات، ثم عادت أكثر شدة بعد أحداث 6/6/2011 التي عرفت بالكتمة في ولاية جنوب كردفان. وفي هذا الإطار أيضا ولاية جنوب كردفان وقعت في إطار الصراع الإقليمي والدولي لأهميتها الاستراتيجية من حيث المداخل والحدود والمعابر، من حيث الموارد المتعددة
والمتنوعة من زراعية إلى غابية إلى سمو عربي إلى تعدين. نعم الآن ولاية جنوب كردفان فيها أكثر من ما يقارب 40 موقع للتعدين الأهلي، وبالإضافة للعدد من المواقع ومربعات الامتياز، الأمر الذي أشعل الحرب فيها لسنين طويلة جدا، ولا تزال هذه الحرب مستمرة. أفتكر الآن بعد أحداث ثورة 19 ديسمبر التي جاءت، وبعد تشكيل المجلس السيادي ومجلس الوزراء، الآن حكومة الفترة الانتقالية وضعت من أولى أولوياتها تحقيق السلام في السودان بصورة عامة، ولعل المناطق الثلاثة ولاية الحظ جنوب الأوفر كردفان في هذه نعم ولاية جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور تتصدر هذه المناطق الثلاث قائمة الحديث عن السلام. وفي الوثيقة الدستورية التي تم التوقيع عليها بين المجلس العسكري السابق والمجلس السيادي الحالي وتجمع أو قوى الحرية والتغيير، هذه الوثيقة أفردت مساحة للسلام وتحدث عن السلام، والحكومة في برنامجها أن 6 شهور الأولى من عمر الفترة الانتقالية هي مخصصة لعملية السلام حتى تلحق الحركات المسلحة بالعملية السياسية. باشمهندس عمر، إلى أي مدى يمكن أن نراهن على الدور الذي يمكن أن تلعبه دولة جنوب السودان، خاصة أن الحركة الشعبية التي توجد الآن في شمال السودان هي تاريخيا جزء من الحركة الشعبية في جنوب السودان، كما جنوب نفسه هو تاريخيا جزء من هذه الدولة. الآن هل فعلا نراهن على أن سلفا كير مياردت بغياته لهذه المبادرة يستطيع أن هو فعلا عمل الآن جهود كبيرة؟ هل يمكن أن تفلح هذه الجهود وتتفق القوى الحركات المسلحة كلها الآن، ويبقى السلام هو كما هو مطروح الآن هو الجند الأول، ويمكن أن يتحقق حتى ينطلق الناس بقطار التنمية في المستقبل القريب؟ شكرا الأخ عوض، التحية لك ولقناة أبو نورمان الفضائية ولبرنامجك المتميز عزيز السودان. قناة أبو نورمان هي قناة الروعة والجمال، نحن شاكرين الاستضافة. لا شك جنوب السودان وسلفا كير مياردت يمكن أن يلعب دور مهم في تحقيق السلام في السودان. الحركة الشعبية ظلت مرتبطة ارتباط يعني كبير جدا، بدليل انه في لواءين او كتيبتين، الكتيبة 9 و10، هم مرتبطين ارتباط كلي بجيش جنوب السودان، وكل التعليمات بتصدر من هناك. الآن بعد التغيير الحدث بفتكر أنه يعني أصبحت في ضرورة، وضرورة قصوى. كان في إشكالية مع النظام السابق، والنظام السابق ذهب بكل سوءاته. نحن الآن في مرحلة جديدة ومرحلة انتقالية، ولا بد من يتحقق فيها السلام. الحركة الشعبية بارتباطها وبأفرحها، حتى اللي وقعوا اتفاقية السلام وموجودين الآن هنا في الخرطوم بالانشقاقات الصغيرة صغيرة، هم الآن بيخدعوا القيادة عبد العزيز الحلو وسلفا كير. أنا كرئيس حركة من خلال تواجدنا في التنسيقية العامة للحركات المسلحة، أنا نائب الرئيس، كل فصائل الحركة الشعبية الموجودة معانا في التنسيقية هم مرتبطين ارتباط تام بعبد العزيز الحلو، وهذا ما يخدم على الأقل قضية التفاهم المشترك بالتأكيد. نعم. وفي يعني رمزية أخرى اللي هي الوفد اللي مشى. الوفد اللي مشى هو وفد يعني من أبناء جنوب كردفان، وأعتقد أنهم حيقوموا بدور ودور كبير جدا في أنهم يعني. بس مهندس، استقبل تلفون معي الاخ صحفي والناشط السياسي عوض الصافي نواي. مرحبا، عليكم السلام. عليكم السلام. اهلا، مرحبا استاذ الصحفي الناشط السياسي عوض الصافي نواي. اسمع جيدا عوض الله.
يبدو أن هناك مشكلة في الصوت ليس ما يعالج الكنترول هذه المسألة. نواصل. بالتأكيد الوفد له دلالة وله أهميته، ومؤكد أنه هيأتي بنتيجة ونتيجة مشرفة جدا وحنسعد بها جميعا إن شاء الله. على الرغم أنه يا باشمهندس الحلو نفسه هو في بداية الحراك بعد الثورة أتى بعدد من التصريحات بأنه هو لم يكن جزء من الجبهة الثورية، وبالتالي رفض في أنه يدخل حتى في مسألة التفاهمات مع الوضع قبل الانتقالي إلى أن تأتي الحكومة الانتقالية، وبالتالي سيجري مع عملية التفاوض يمكن يصل معها إلى تفاهمات مشتركة. إلى أي إلى ماذا تعذي هذا التمسك مبدأ من الحلو؟ هل هو عدم فقدان ثقة ولا لماذا يعزى هذا التأخر؟ أنا بفتكر أنه يعني القائد عبد العزيز الحلو هو قائد ماهر جدا. نعم. بدليل أنه يعني التفاوض مع هو الحرية والتغيير هم ليسوا حكومة. عليكم السلام أستاذ عوض الله صافي. مرحبا بك عبد الله، وانا في هذه الحلقه اتحدث عن جنوب كردفان، البحث عن صحه البيئه وتحقيق السلام، ومعي داخل استديو الضيوف في الاستاذ الصحفي وقع الله حمود الشطه والبشمهندس عمر سراج. انا اسمع بعض الصوت لكن الصوت يعني نعم انا اسمعك جيدا. انا اسمعك جيدا اخي. انا كنت اسمع طيب نحن نتحدث عن بداية السلام وعلاقة دولة الجنوب الآن والجهد اللي يمكن الذي أن يبذله. ما يوجد يا أخي، لا زالت الإشكالية قائمة. أستاذ من عندك؟ لا زالت الإشكالية قائمة. أنا وكيف؟ نعم. شو أنت عم تشتغل أنت بالصوت؟ أنا أفتكر إنه عبد العزيز يعني قائد متمكن، وهو يعني يعني حمل أمانة وأمانة كبيرة جدا. نعم. بتحمله قيادة الحركة الشعبية، الحركة المطلبية، يعني كانت هناك ضرورة لحمل السلاح في جنوب كردفان. نعم. جنوب كردفان من الولايات المتضررة جدا من عدم التنمية. التنمية مفقودة حتى في عاصمة الولاية، وأنا عضو في مجلس التشريع لولاية جنوب كردفان سابقا نقول نحن ما لسه لا لا ما خلفونا ناس لغاية الآن. أنا بفتكر إنه ما أقول نتمتع بحقنا. فالتهميش حتى في الأحياء في داخل كادوبلي يعني عملية مؤسفة جدا، وده بيأكد إنه المركز قابض قبضة وغبضة ممزوجة بفساد. يعني أكبر ضرر لحق جنوب كردفان وكردفان عموما من القبضة المركزية لكل شيء، بينما ولاية جنوب كردفان وولاية غرب كردفان وشمال كردفان، الولايات الثلاثة ولايات يعني فيها موارد ما عادية زاخرة بمواردها، سواء كانت ما في شك غنية جدا الطبيعية ولا البشرية. نعم. غنية جدا. نعم. فلماذا الظلم؟ وهذا ما شجع في النهاية. عليكم السلام أستاذ عوض الله. أخبرتني. السلام عليكم. بسمعك جيد، مرحبا بك. كيف حالك؟ نحن نتحدث أخي عوض الله عن مسألة السلام الآن اليوم أو بالأمس توجه وفدي إلى عاصمة جنوب السودان دولة جوبا، أو دولة جنوب السودان عاصمتها جوبا، والآن هذا الوفد يسعى في أنه يلحق جهود عبد العزيز الحلو مع الجبهة الثورية من أجل التفاوض والحوار. نعم. إلى أي مدى تنظر إلى نجاح هذه الجهود الآن، وكيف تقرأها من خلال متابعتك كصحفي أنت؟ يبدو أن هناك مشكلة في الصوت أخطر الثاني، ولكن إن كنت تسمعني. أنا أسمعك جيد، تفضل. أنا كمراقبين متابع الأحداث الكتب ومتابع تلك المفاوضات التي انطلقت الآن. أسمعك يعني جيدا يا عوض الله، تفضل أسمعك جيد. بين مكونات الجبهة الثورية من جانب المشكلة قائمة بين كذلك الحركة الشعبية الله حمود الشطة جناح الزراعية المركزية وقع الله. وأنا في تقديري أن الأرضية المشتركة بين الأطراف المتفاوضة، هناك أرضية مشتركة، هناك أراضي مشتركة،
ربما يعني تكون هناك تفاهمات، ولكن المرتكزات التي يعني تنطلق منها عملية الحوار هي غير واضحة. يعني هذه الحركة الشعبية الآن ربما تطرح بعض الأجندة المتعلقة ب يعني يعني تمييز هذا الإقليم، يعني عملية المحافظة كما تحدثت القيادات الخرطوم بأنه القاعدة التي سوف تقوم عليها عملية التفاوض لن تكون على شاكلة يعني المشاركة في السلطة وبهمة المواري وكذا كما يحدث في السابق، ولكن ربما هنالك ملف واحد هو الملف الذي يتصدر التفاوض هو ملف الأمن. يعني إذا كنت تسمعني عوض الله، إذا كنت تسمعني أنا أحب إن كنت تسمعني أحرصي. أحب أنا أركز على أنت تسمعني؟ أنا أحب أن تركز على أهمية التحاق عبد العزيز الحلو الآن في الحركة الشعبية شمال بهذه المفاوضات وبالجبهة الثورية من أجل الاتفاق الكلي بين الحركات المسلحة لقضية السلام والتحول الذي يجري في البلاد الآن. أنا المسؤول لا اسمع صوت جيدا، يعني اسمع صدى، هو ياتيني صدى من داخل الاستوديو واسمع صوتي يرتد الي، لكن يعني اقدم بعض المشاركه المتعلقه بجانب البيئه. انا كما فهمت من الحلقه ذات شقين، شق يتعلق بالتصارف والشق الاخر يتعلق بالبيئه. فيما يتعلق بالبيئه اخ فلسطيني، يعني هنالك مشكله كبيره جدا في جنوب كردفان تحديدا، وهي يعني ولايه معروف انها فيها امطار كثيفه وتجري فيها الوديان بشكل خاصه في فصل الخريف. وزاره المعادن هي يعني في الفتره السابقه في فتره الفساد في العهد الفاسد هي اكثر وزاره كانت فاسده. تخلت عن مسؤوليتها، هذه الولايه تخلت عن مسؤوليتها تماما ونغرت سلطاتها الى شركه. يعني وفقا للمرسوم رقم 14 الصادر من وزير المعادن، يعني نقل سلطات وزاره المعادن لشركه سودانيه محدوده مسجله تحت قانون الشركات. والشركه ليست لها القدره الكافيه في مراقبه عمل التعديل. والمرسوم رقم 14 يتعارض بشكل كلي مع قانون السلطه المعدنيه واللائحه المنظمه لاعمال المعادن للعام 2015. المهام الموكله للشركه هي بحسب القانون هي مهام الهيئه العامه للحفاظ البيئيه. كان ينبغي ان الهيئه العامه هي هيئه عمرها اكثر من 80 عام، كان ينبغي هي التي تقوم باعمال الرقابه. ولكن كما قلت لك بانه في النظام السابق هنالك فساد كبير جدا، نقلت هذه السلطات الى شركه. طيب عفوا اذا كنت تسمعني عفوا فلننفذ مباشره، ما هي الاضرار التي سببتها هذه العمليات والشركات للبيئه تحديدا باختصار؟ نعم هناك اضرار كبيره جدا. استخدام السيانيد في الاحواض المفتوحه سبب ضرر كبير جدا في مصانع في كادولي وفي فلوري وفي ابو وفي التربه. نعم وقد ولدت بعض الاجنه المشوهين في منطقه التقدرات ووصلنا حالات كثيره جدا للاضرار، يعني نجمت من الاستخدام السياسي في الحوار المفتوح. وده طبعا يتناقض بشكل كبير جدا مع يعني حمايه البيئه، يتناقض مع التعديل المنظم، لانه الشركات تربط انها هي او الشركه السودانيه بتصدق لهذه الشركات معارض مخلفات التعديل. يعني هناك تصاديق للكرتب كما يسمونها. طيب ما هو الواقع؟ ما الذي يجري الان هناك؟ الان كيف يمكن ان توصف الحاله البيئيه؟ هل لا زال التردي هذا موجود ام هنالك جهود واصبحت الامور الى حد كبير تستقيم يعني؟ اكثر الصيني هذه العمليه بتترك اثار يعني تستمر لفتره طويله. استخدام الكيانيت يساهم في انتشار امراض الفشل الكلوي بشكل عميق وبعيد، والسيانيد بينتقل حسب المياه المتدفقه. فما في اي عمليات اجريت لصيانه البيئه يعني، وحتى المصانع التي يعني صدق لها هذه المصانع تعمل بشكل مخالف
لأنظمة التعديل المتعارضة عليها. يعني هنالك نوعين من أنواع التعديل، اللي هو الهيرميتش والسي أي إل. الهيرميتش هو عبارة عن أحواض مفتوحة، وهي عملية سريعة لتخمير مادة السيانيد. عشان كده لكن في السي أي إل بيتم تخمير هذه المادة في أحواض مقفولة. شكرا جزيلا الكاتب الصحفي والناشط السياسي عوض الله في نوايا على هذه المشاركة معنا في هذه الحلقة، بالرغم أن هنالك رداءة في الصوت لا نستمع إليه جيدا، لكن نشكرك على هذه المداخلة وهذه المعلومات الثرة. نأمل أن تشارك معنا في حلقة أخرى إن شاء الله. بس الأستاذ وقع الله ربطنا بين الحادثين، كنا نتحدث عن محور السلام من أتى عوض الله ودخلنا في مرحلة سلامة البيئة، لكن دعنا نتحدث في قضية السلام قليلا. في السابق كان النظام السابق يحشد عدد كبير جدا من الجنود الموجودين في القوى السياسية في الحزب البائد المؤتمر الوطني، ما يسمى بأهل المصلحة الحقيقية، ونجد هناك عشرات بل مئات من الذين يتحركون من الخرطوم إلى أديس وخلافة. الآن هنالك وفد مختصر فيه عدد من الأسماء، تعايش ربما يكون، وفريق شمس الدين، وصديق تاور. ما هي دلالة وجود اثنين من جنوب كردفان الآن في هذا الوفد السيادي؟ هم باش مهندس أول سعادة الفريق شمس الدين كباشي ودكتور صديق تاور. إلى أي مدى يمكن أن يكون هذا هو تمثيل حقيقي وهم يتفهمون قضية جنوب كردفان بحكم انتمائهم لهذه الولاية وبحكم وجودهم الآن في المجلس السيادي؟ نعم، وأنا في تقديري يمكن هذه من المصادفات والمقاربات التي تمت في هذا الجانب. الفريق كباشي هو رجل يعني عسكري، وبالتالي هو الآن جاء إلى هذا المجلس السيادي في إطار تمثيله لهذه المؤسسة العسكرية، بغض النظر أن هو من جنوب كردفان أو من أي مكان آخر. الدكتور صديق تاور أيضا هو في المجلس السيادي، هو من أبناء جنوب كردفان، وهو جاء في استحقاق الترشيح الذي تم من قوى الحرية والتغيير. ولكن أيضا يعني هذه الدلالة واضحة في أنه في أنهما الاثنين من جنوب كردفان. ولعل عبد العزيز الحلو وهو الآن قائد الحركة الشعبية الجناح الأكبر هو المسيطر الآن للميدان، وهو الآن مسيطر للوضع في مناطق كثيرة من جنوب كردفان تحت تصرف الحركة الشعبية. وأيضا كانت جوبا فيما مضى من وقت بذلت مجهود كبير في اتجاه توحيد الحركة الشعبية حتى تدخل المفاوضات مع الحكومة السابقة، حكومة المؤتمر الوطني أو حكومة الوفاق الوطني السابقة. ولكن هذه الجهود نتيجة الشقة التي حدثت في الحركة الشعبية عاقت هذا المشروع الوحدة مرة أخرى. الآن وبعد الثورة المجلس السيادي الآن واحدة من اهتماماته، لأن قضية السلام في الشهور الستة الأولى كما ذكرت من قبل هي الحافز المهم لهذه القضية. ولعل الآن أي حديث عن التنمية والنهوض والتقدم في مجال السلام لا يمكن أن يتم، أو في مجال المناطق هذه لا يمكن أن يتم إلا في إطار تحقيق السلام. وبالتالي وجود هذين الرجلين من المجلس السيادي بالإضافة للتعايشي أفتكر هو دفعة قوية من المجلس السيادي ومن حكومة أيضا رئيس الوزراء السيد عبد الله حمدوك في اتجاه أن يحدث اختراق. واليوم تحدث الصحافة في الخرطوم الصادرة اليوم حول هنالك آمال وهنالك تفاؤل كبير في أن يحدث هذا الوفد اختراقا قويا في ملف السلام في ولاية جنوب كردفان تحديدا. والآن أيضا الإشارات والموقف الذي أبداه القائد عبد العزيز الحلو أيضا هو يصب في اتجاه هذا الطموح، وهو كان يتحدث أو يشترط فيما مضى حول أنه لا يمكن أن يتفاوض مع مركز قابض ومركز لا يلي عملية السلام إلا من خلال رؤيته هو. الآن وقد ذهب النظام وقد ذهب المؤتمر الوطني وحكومة الوفاق الوطني، والآن أتى النظام لفترة انتقالية جديدة. الآن لا يوجد أي مبرر ولا يوجد أي شماعة أخرى يمكن أن تؤلق بها الحركات المسلحة أو الحركة الشعبية تعطيل أو تجميد قضية السلام في التفاوض. وإلا فإن القضية الآن في جنوب كردفان، الآن الناس في جنوب كردفان سئموا الحرب وملوها، والآن التوجه الشعبي والإرادة الشعبية جنوب كردفان نحو السلام. وبالتالي
هي هذه ايضا من التمس المراكز ضغوط للطرفين في ان يجلسا معا وان يرفعا من وتيره الاهتمام بقضيه السلام. وجوبا الان تستطيع ان تلعب دور، خاصه اذا ادركنا ان الان من الحركه الشعبيه لا تزال رغم انفصال جنوب السودان الا هنالك تاثير اقليمي كبير، وهذا ما قصدته في بدايه حديثي حول ان جنوب كردفان وقعت تحت كماشه الصراع الدولي والاقليمي. باشمهندس عمر، على الرغم من انه السلام هو قضيه الان تهم كل القوى السياسيه الموجوده وكل الحركات المسلحه، انتم في حركه كاد او في تجمع كاد حركه مسلحه وقعت على سلام الان موجوده، ما هو دوركم ايضا في 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 اكتمال الرؤيه الكليه لهذه العمليه الان وعلاقاتكم والتواصل الذي يتم بينكم وبين الحركه الشعبيه الشمال او على الاقل الحركات التي تاتي الان في اطار الجبهه السوريه، وانتم حركات مسلحه سابقا قد وقعتم ايضا على سلام؟ لا شك ان نحن كغالب الحركات بنفهم بعض. نعم. وما خرجنا الا من اجل قضايا واضحة المعالم ومظالم تاريخية. الملاحظ يعني الآن السودان يمكن أكثر الأقاليم تضررا هي الأقاليم الغربية أو الولايات الغربية، كردفان ودارفور، وقليلا في الشرق النيل الأزرق. أيضا النيل الأزرق هي نحن نعتبرها من جنوب كردفان. لا 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 لا، المسألة دي يعني بتقود لأسئلة كثيرة. أي ربما يكون نحن الآن في طريق إلى تجاوز لغة الهامش المركز بحكم أنه كل هذه أخطاء السابقة والآن في إطار التصحيح. نحن يعني أنا شخصيا برفض كلمة الهامش دي لأنها هامش وتهميش حاجة أصبحت مملة. نحن الآن بعد السلام، بعد التغيير الحظس، نحن بنفتكر أنه في ضرورة للسلام. نعم. والسلام أصبح مطلب شعبي بل مطلب مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور. نعم. أي انحراف وأي تعنت من القادة الثلاثة أو الأربعة اللي هم الآن بيقودوا الحرب في المناطق المذكورة حيكونوا خارج الملعب. نحن بنناشدهم إنه الحرب ما حققت المطلوبات اللي قامت الحرب من أجلها. نعم. بل أضرت بمواطني الولايات اللي قامت فيها الحروب. النيل الأزرق، دارفور، جنوب كردفان حاجة بطالة جدا، يعني الناس نزحت، ناس تشردت، ناس تضررت، يعني حاجة مؤسفة. توقفت التنمية تماما والسبب الحرب، والحكومة كانت بتعلق كل شماعتها انه الحرب هي او الحركات هي سبب تعطيل التنمية، بينما التنمية هم سبب تعطيل التنمية. التنمية المظالم التاريخية، المظالم اللي تكرست في المناطق الحزام الجنوبي. نعم. يعني نقول الحزام الجنوبي يعني تكرست المظالم فيه وبالتالي عدت لدقائن وقبائن. نحن بنفتكر انه الان نحن حقه نحيد للسلام، وخاصة رئيس الوزراء راجل منفتح وراجل متفهم وراجل يعني هناك اجماع الان على القضيه من حيث اهميتها ومن حيث وجودها. فنحن نتمنى انه يعني يقود وضع جديد في السودان في احلال السلام، في تحقيق التنميه المتوازنه. نحن دايرين تنميه متوازنه. نعم. ربما يكون معنا افاده من جوبا رئيس ما الاخوه في الكنترول يفيدونا بها. إذا الأخوة في الكنترول يفيدونا بإفادة جوبا، معنا الفاضل سعيد سنهوري الصحفي بجريدة الوطن من جوبا والمدير العام لمرصد جبال النوبة لحقوق الإنسان، فنشاهد هذه الإفادة. الضيوف الكرام، كل الضيوف الموجودين في الاستوديو، برحب بكم وأقول لكم ألف سلام وتحية طيبة. بالنسبة للموضوع المطروح والقضية المطروحة اللي هو استخدام المواد الكيماوية السامة الفيمايد السينايت
في ولاية جنوب كردفان في جبال النوبة من قبل الشركات اللي بتعمل في التنغيب العشوائي للذهب واللي هو التنغيب التقليدي. من خلال رصدنا من خلال المرصد في المناطق اللي فيها التنغيب العشوائي للذهب واستخدام المادة السيئة في المناطق السبعة اللي نحن عملنا فيها وجدنا فيها درجات عالية من الإضرار المباشر للبيئة وإضرار مباشر بالمواليد والنساء الحوامل وأدى لحالات عديدة من الإجهاض زي ما ورد في تقريرنا الصدر قبل 5 يوم والتقرير الصدر في شهر 3 الفات. ما استطعنا أنه نرصده هناك في جملة الثلاثة محليات اللي بتشهد فيها أكبر مناطق التعدين اللي هو كادوكلي والتضامن. نحن رصدنا 27 حالة بتاعة إجهاض مباشر وكشفنا في الأيام الفاتت استخدام الشركة بتاعة أبرسي لاستخدام سيء للمواد وحفظ المواد السامة في المنطقة وده بيهدد بصورة مباشرة البيئة ويعتبر انتهاك صريح لحقوق المواطنين في أنه يعيشوا في بيئة سالمة وآمنة. المذكرة اللي ترفعت للحكومة الولاية يجب أنه الناس يتعاملوا معها بصورة مباشرة والحكومة يكون عندها آليات فعالة لوقف هذه الجرائم المنشئة. ربما يكون هذه إفادة من الناشط سعيد الفاضل سعيد سنهوري وهو صحفي بجريدة الوطن من جوبا وقد أفادنا بهذه الإفادات من المرصد الذي يديره هو ويعمل فيه لرصد حالات حقوق الإنسان. نحن يمكن يكون على هذا الفيديو قصدنا منه أن ننتقل من مرحلة المحور الأول وهي عملية السلام نتفق عليها جميعا ونأمل أن تتم هذه الجهود وتكلل بالنجاح، لكن سندخل مباشرة في محور البيئة وهذا المحور هو واحد من المحاور التي ظلت الآن مرهقة جدا لإنسان جنوب كردفان بالآثار والأشياء التي نسمعها الآن. مبدأ وأنت في إطار التعامل الصحفي كيف تقيم هذه القضية وحجمها ومتابعتكم لها ودارين نشوف أيضا ماذا فعل الإعلام تجاه هذه القضية؟ هي قضية ظلت لشهور طويلة موجودة وكليكم كنتم أعضاء في المجلس التشريعي لولاية جنوب كردفان سابقا، ماذا فعلتم في هذا الاتجاه؟ طيب الآن أفتكر قضية البيئة الآن هي ما عادت قضية محلية ولا إقليمية بل هي الآن صارت قضية دولية والآن هنالك حديث كثير حتى في الدول الكبرى عن قضية البيئة في جنوب كردفان. حقيقة يعني أنا أريد أن أقول أو أشير إلى قضية أخطر مما ذكر في التقرير. الآن ولاية جنوب كردفان الحرب التي يعني دارت فيها لفترات طويلة، العمليات العسكرية، عمليات الحرائق عبر الصورة التقليدية والحرب والنيران يمكن أثرت تأثير كبير جدا جدا في البيئة. وأنا يمكن كتبت مقالات كثيرة في الانتباه حول أن البيئة في جنوب كردفان تدهورت كثيرا بفعل الحرائق والنيران وعمليات العمليات العسكرية نفسها كانت تولد كثير من الحرائق والحيوانات والحشرات والمكونات البيئية كلها في ولاية جنوب كردفان يعني تعرضت. ربما يكون نحن نستعرض الآن عدد من المواد السامة التي وجدت في جنوب كردفان في بعض المحليات وهي مخبأة داخل الأرض في باطن الأرض. نعم. فدي كانت كارثة. الكارثة الآن الثانية هي كارثة التعدين التقليدي، والكارثة الأخطر من ذلك هي كارثة الشركات، شركات التعدين. وهذه الشركات أنا أذكر في جنوب كردفان في المجلس التشريعي حينما كانت تأتينا هذه التقارير واحد من الناس يعني اعترضنا كثيرا جدا على هذه التقارير، وكانت حكومة ولاية جنوب كردفان وقتها في أحد الوالي السابق عيسى أدم بكر كانت تتحدث كثيرا حول أنها منعت عمليات استخدام السيانيد، لكن هذه المعلومات كانت غير دقيقة وكانت غير صحيحة. أنا شخصيا يمكن قمت بجولة في مواقع كثيرة للتعدين في التواصل في كادوغلي ثم ذهبت إلى أبو جبيها والليري وتلودي وكالوغي ووقفنا على هذه الأضرار لاستخدامات السيانيد
واستخدام الزئبق. القضية الأخطر أن الزئبق الآن موجود في كل الكرتة الموجودة في التعدين اللي كانت التعدين لها تحولت لشغل الشركات. وهذا الزئبق الآن وجوده في هذه الكرتة بهذه الصورة الضخمة هو العامل الأخطر في تدمير البيئة. الآن ولاية جنوب كردفان إذا مسكنا الجانب القطاع الشرقي تحديدا محليات الثمانية العباسية التضامن الليري تلودي كالوجي هنالك تدمير أبو جبيهة تدمير خطير جدا جدا للبيئة الزراعية. نعم. البيئة الرعوية هنالك أعداد كثيرة جدا من الحيوانات نفخت بسبب أن هذا الزئبق وهذه الكرتة موجودة في مجاري المياه وفي مصادر المياه. حينما ذهبنا إلى 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 معدن أو موقع باجور مثلا في جنوب كردفان في المنطقة الشرقية وجدنا عدد من المواطنين داخل أحواض الزئبق والنظام المفتوح ذكره أخونا عوض الله صال نواي. الشركات نفسها ما ملتزمة بالنظام المغلق الذي يعني كانت الشركة السودانية للموارد المعدنية تتحدث عنه وجينا في المجلس التشريعي بالشركة السودانية للموارد المعدنية ناقشناهم وتحدثنا معهم كثيرا. والأخطر من ذلك أن البيئة عند المواطنين المعدنين هنالك ذهبنا في الليل وجدنا أكثر من 50,000 من المعدنين التقليديين ربما يكون بس كلهم لا, لا لا توعية لهم ولا ولا إرشاد. باش مهندس عمر هذه الموارد التي توجد الآن في باطن الأرض وهذا التعدين الذي يسمى بالتعدين العشوائي لجأ إليه كل مواطن الآن موجود في جنوب كردفان بغرض التكسب وهذا حق مشروع. لكن لماذا لم تقوم الجهات التشريعية والتنفيذية في الولاية تحديدا طيلة الفترة السابقة في أنها تضع الحماية الكافية؟ كانوا يكذبون على الناس بأنه لا توجد مواد سيانيد، لا يوجد زئبق، لا توجد مواد حارقة، وأنتم كنتم موجودين في جسم تشريعي يراقب. ماذا كنتم تفعلون؟ الآن مسؤولية مباشرة تقع على عاتقكم بالرغم أنكم جزء من النظام السابق، لكن حينما كنتم في هذه المجالس التشريعية لم تقولوا الحقيقة ولم تصدعوا بالحق، حتى هذه الآثار كانت في عهدكم ممتدة حتى هذه اللحظة. طيب، نحن في مجلس تشريعي ولاية جنوب كردفان كثيرا ما اعترضنا وكان يعني شغلنا الشاغل وهمنا الأساسي إصحاح البيئة وخاصة مشكلة السيانيد. لكن البيئة مدمرة. كلما يأتي وفد تابع لشركة من الشركات العاملة في جنوب كردفان في مجال التعدين وإلا المجلس التشريعي له رأي. يعني احنا في المجلس التشريعي لدينا رأي في كل الشركات العاملة في جنوب كردفان. غير معتبر. نحن قمنا بدورنا كجهاز تشريعي وجهاز رغابي على الوش الأكمل، ولكن الشيء المؤسف كل الشركات اللي تأتي لجنوب كردفان بغرض التعدين أساسا هي ما شغالة تعدين، هي بتستفيد من الكرتة اللي متوفرة من التعدين العشوائي وبتستخدم مادة السيانيد، ومادة السيانيد هي أخطر من الزئبق نفسه لانه الزئبق الان يعني موجود يمكن من اكثر من 20 سنه وشغالين الناس فيه او يقل شويه. ظهر السيانيد لانه بيستخلص الذهب بصوره افضل. يعني اذا كان الكرت الان وعلى لسان الشركه السودانيه للموارد المعدنيه انه 70% من الذهب موجود في الكرتة، هذا معلوم بالضرورة. ما أين كان دوركم؟ ماذا فعلتم؟ لماذا لم توقفوا هذه الشركات؟ لماذا لم تتضامنوا مع المواطن في هذه المحليات؟ ولكن هذه الشركات هذه الشركات مملوكة لجهات نافذة لنافذين في الدولة لنافذين في الدولة ولو محمية 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 من الرأس الكبير. هذه الشركات ما في شركة واحدة، بل نحن في مجلس تشريع جنوب كردفان طالبنا بأن تنشأ أو تؤسس شركة محلية تابعة لجنوب كردفان من كل الاتحادات، بل حتى كل الموظفين بتاع جنوب كردفان يكونوا لهم أسهم في هذه الشركة
حتى يستفيد مواطن جنوب كردفان وحتى يحافظ على البيئة اللي هو جزء منها. نعم. ولكن مع كل أسف كل أفكارنا وكل مبادراتنا صدمت، تحطمت أمام آلة الفساد الكبيرة التي كانت. هذا هو الشيء الأساسي اللي خلى كل المجالس، أنا أتكلم عن كل المجالس كمان مش مجلس جنوب كردفان، كل المجالس هي عبارة عن بس حاجة ديكورية. ولكن ما نستطيع أصلا، يعني نحن عاوزين نسحب صيغة من 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 وزيرة في جنوب كردفان، مع كل أسف وجدت الحماية. بس استاذ وقع الله، أنا في تقدير المسألة هو صحيح، يعني أنا أذكر واحدة من القضايا المؤسفة جدا، يعني في المجلس الوطني كان هنالك أحد الأعضاء في المجلس الوطني بينما كانت شركته تعمل في جنوب كردفان في مجال التعدين، يعني وهي أحد الشركات التي أثارت جدل واسع جدا جدا، بينما كان يجلس في المجلس الوطني وكذا هو عضو في المجلس الوطني يتمتع بكامل الحصانة والصلاحية. نحن في المجلس التشريعي وقتها أصدرنا مجموعة من القرارات، أصدرنا مجموعة من التشريعات التي يعني تحدثت عن حماية البيئة وحماية المواطنين، واستدعينا أكثر من مرة وزارة الصحة الولائية والكوادر الصحية على مستوى المحليات، وحاولنا نتأكد من مدى الإجراءات الصحية التي تتبع، وكذلك في قضايا المياه إلى آخره. ولكن كان من المؤسف جدا أن حكومة ولاية جنوب كردفان في كثير من التقارير التي كانت تقدم من خلال خطاب الوالي كانت هنالك معلومات يعني مضللة، وإحنا حقيقة اكتشفنا هذه المعلومات المضللة. وهنالك شركات، إحنا في النهاية في المجلس أصدرنا قرار بمنع عمل الشركات هذه حتى يقنن تقنن، كانت حوالي 11 شركة عاملة في جنوب كردفان، وجدنا عدد من الشركات كانت يعني تدخل ولاية جنوب كردفان بتفويض من الوالي دون أن تمر بالإجراءات وزارة المعادن الاتحادية، وحتى الشركة السودانية للموارد المعدنية هي شركة حكومية تابعة لوزارة المعادن، أنا كتبت أكثر من 3 مقالات وجهتها مباشرة إليها في طريقة ما هي المعايير التي لضوها تختار هذه الشركات، والمعايير الفنية خاصة في النظام المغلق بالنسبة للتعدين والمبدأ السلامة. يعني أنا ذهبت في معدن لو في شركة العاملة في جنوب كردفان في أبو جبيها، وجدت عدد كبير جدا جدا من العاملين. هؤلاء العاملين حينما سألتهم عن الإجراءات، إجراءات السلامة والتأمين وكذا، ما كانوا يعني يدرون شيئا. ذهبت إلى الليري أو إلى تكالوج إلى تلودي، وجدت أعداد كبيرة من المواطنين يجلسون فوق أقوام الكرتة. سألت واحد من المديرين الإداريين في الشركة، قال لي يا أخي هذه الكرتة لا توزي، وأدخل يده وهكذا رفع مجموعة من التراب وكذا، بينما هذه المسألة خطيرة جدا، وهذا هذا هذا التضليل. يعني هنالك غياب توعية كاملة في المناطق التعنيه، والشركة السودانية الموارد المعدنية أيضا قصرت في جانب التوعية، لذلك حينما ذهبت مؤخرا لكي يعني تمارس هذه التوعية مع المواطنين وجدت المواجهات الشديدة، رأيناها في التضامن في كادوغلي في تلودي، وبعد قبلها هرقت مصانع، يعني هرقت مصانع في الليري في تلودي وكالوغي. باشمهندس هنالك اتهام، انتم الان تتحدثوا عن مقاومتكم لعدد من الشركات اللي دخلت وفي النهايه تحكم عليها الفساد، سواء كان المركزي او المحمي من الغيارات النافذه السابقه، وهذه قضيه الان مطروحه. الراي العام في جنوب كردفان الان يعلم تماما تفاصيل هذه المسائل، ومن حقه ان يتقدم الان في ظل هذا العهد بشكاوى الى كل المستويات التغاضي، وان ياتي بما يثبت سواء كان من اضرار وخلافه. وهذه القضيه نحن نتناولها في قناتهم دمار الفضائيه، باننا نركز الجهد الان لان هنالك اضرار واضحه، هنالك اتصالات بنا من جنوب كردفان، هنالك اشياء كثيره الان علمناها ونعكس جزء منها. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هنالك شركات متهمه انها هي تدخل هذه المناطق في تفويض غير التعدين، مثلا تاتي شركات للزراعه أو شركات الاستثمار، لكن سرعان ما تنقلب إلى أن تصبح هي شركات تعدين. كيف سمح
النظام البائد أو حتى الإجراءات الرغبية البسيطة المعروفة في أنه تأتي شركة بحكم أنها شركة زراعية بعشان نلقاها هي شركة بتعمل في إطار التعدين. كل الشركات اللي خشت جنوب كردفان أيا كان نوع النشاط المرخص هي تحولت لنشاط تعديني بقدرة قادر من أيوة لأنهم ما فيش يعني 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 حامي أو ما في ولاية بها شخص عنده أمانة بأنه هو يحمي مواطن جنوب كردفان. مواطن جنوب كردفان غير محمي. مواطن جنوب كردفان يعني كل الأشياء اللي بتحدث في جنوب كردفان هي متعمدة. جنوب كردفان عبارة عن غابة بها وحوش وليس بشر. حتى الوحوش تقريبا في أوروبا عندهم ربما يكون لها حقوق وواجبات. ولكن الإنسان في جنوب كردفان حقوقه محدرة تماما. ما فيش يعني أبسط المقومات بتاعت العيش الكريم في جنوب كردفان هي ما متوفرة. والشركات بتتعمد إنها تعمل بغرض التكسب. حتى المسؤولية الاجتماعية اللي بيوقعوا عليها أثناء توقيعهم العقود للعمل في جنوب كردفان ما بيلتزموا بها خالص. والشيء المؤسف في بعض ضعاف النفوس من أبناء جنوب كردفان هم شركاء فيما حدث في تدمير هذه البيئة بهذه الكيفية التي الآن وده عمل يعني شيء مؤسف جدا. أستاذ وقع الله على الرغم أنه النظام البائد ذهب وكل الأجهزة السابقة الآن هي في مهب الريح، هناك الآن الثورة، هذه الثورة قامت ثورة حقوق، هي ثورة نضال حقيقية بحث عن المكتسبات، لكن الملاحظ أنه لا زالت حتى هذه اللحظة هذه الشركات تعمل. الآن خلال هذا الأسبوع الذي مضى والأسبوع الموجود الآن نحن فيه هناك تظاهرات في تالودي، في كالوجي، في التضامن، في أبو جبيها، في عدد من المناطق. هناك مواد الآن تدخل ولها آثار بالغة على العمال الذين استأجروهم في تفريغ بعض الشحن الموجودة سواء كان من اللواري وخلافه. ما المطلوب الآن من إنسان جنوب كردفان في ظل المطالبة الحقيقية، في ظل الانفتاح، في ظل الحرية الكاملة الآن في أن يتحدث؟ هل يمكن أن يوقف هذه الشركات تماما وهذا حق مكفول، أم تكون لجان للتحقيق والتغصي العاجلة والسريعة جدا حتى تقضي في هذا الأمر، بالذات لو علمنا أن هنالك حالات الآن من المصابين تم إحضارهم للخرطوم لإجراء مزيد من الفحوصات حتى يتبينوا، بالرغم أن الشركات نفسها تنكر حتى هذه اللحظة أنه الذي يجعل هذه الآثار هو ليست سيانيد وليست زئبق وخلافه، كيف تنظر هذا المزارع؟ كلما تفضلت به حقيقة، وأنا أقول يعني الصحيح النظام السابق أدار ملف التعدين بطريقة سيئة جدا جدا، طريقة تفتقد للعلمية وللموضوعية وللأخلاق، وكان الولاة في الولايات التي يعني فيها التعدين يفوض من قبل المركز في الحصول على هذا الذهب، بل الولاة نتيجة الصلاحيات الواسعة في هذه الولايات مارسوا ممارسات لا أخلاقية في جنوب كردفان تحديدا. يعني كانت هنالك ممارسات لا أخلاقية تمت من قبل بعض الولاة في عملية التعدين. والآن زي ما ذكرت أنا سابقا ولاية جنوب كردفان الآن تدمرت بالحرب أولا، ثم الآن تتدمر بهذه العمليات التعدينية. صحيح هذه الموارد موارد اقتصادية والدولة كحاجة اقتصادية تحتاج لها في اقتصاد، لكن نحن نريد أن تكون هنالك سلامة البيئة. ولذلك الذي جرى في الفترة السابقة كلها ما انتهاء الفترة السابقة الآن لا زالت هذه الشركات تعمل. هذه الشركات أيضا مملوكة كما تفضل الأخ البشمهندس عمر لجهات نافسة، ونحن بحكم مراقبتنا في الصحافة وبحكم وجودنا السابق أيضا في المجالس التشريعية وتحديدا في جنوب كردفان، أنا أقول المجلس التشريعي في جنوب كردفان قام بأدوار كبيرة جدا جدا، لكن الجانب التنفيذي في الحكومة كان هناك قصور كبير جدا جدا، وكانت كثير من القرارات
لا تطبق ولا 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 تعتمد في التنزيل. الأمر الذي فاخم من هذه القضية غياب التوعية أيضا كان له دور كبير جدا في هذا الجانب. الآن المواطنين قد شاهدوا بيوم أعينهم الضرر الكبير الذي حدث في بهائمهم وحدث في زراعتهم. الآن الزراعات أدت مساحات واسعة جدا الآن في جنوب كردفان لا تصلح للزراعة، تم تجريفها تماما، مساحات واسعة أيضا لا تصلح للرعي. هنالك في أبو جبيهة في منطقة تسمى الزلط المجدد، البهايم نفخت بصورة كبيرة جدا جدا، وكذلك في مناطق في رشاد وفي أبو كرشولة وفي مناطق حول العباسية، وكذلك في مناطق حول مصنع التواصل في الكادوغلي. كل هذا جراء التعدين العشوائي ووجود مادة الزئبق والسيانيد بصورة كبيرة جدا جدا. نحن في جنوب كردفان كصحفيين أيضا قمنا بمبادرة، الآن هنالك مبادرة في جنوب كردفان، قامت مبادرة الصحفيون من أجل البيئة. والآن هذه يعني بمثابة رسالة والحديث لإيصال هذه الرسالة عبر الصحافة والإعلام إلى الجهة المسؤولة. الآن الثورة المطلوب منها الآن في الوضع الحالي، أول حاجة الآن إيقاف فوري لهذه الشركات، إجراء تحقيق شامل في كل ولاية جنوب كردفان عن هذه عمليات الإجحاضات والتشوهات والأنفس التي زحقت، وإيقاف كل عمليات التعدين حتى يعني نخلص إلى هذا التحقيق. أيضا لا بد من وضع خطة علمية منهجية لمعالجة هذه التربة ومعالجة مصادر المياه في جنوب كردفان، لأن الآن مصادر المياه تشكل خطر كبير جدا على حياة الناس. نعم. خاصة في فصل هذا الخريف. باشمهندس عمر، ما هو المطلوب الآن من إنسان جنوب كردفان الآن حتى يحمي نفسه من هذه المخاطر التي عانى منها فترات طيلة الأعوام السابقة؟ الآن ماذا توصي إنسان جنوب كردفان تحديدا حتى يحفظ حقوقه، سواء كان تعامل الآن مع الشركات المباشرة الموجودة أو حماية لنفسه أو حتى البحث عن الحقوق؟ أنا أوصي مواطن جنوب كردفان بأن يوقف هذه الشركات من العمل في جنوب كردفان حتى الشركات ترجع وتعمل بالنظام إصحاح البيئة. هذه الشركات شركات بتعمل عمدا وكأنما ليس هناك حياة في أماكن عمله. نحن بنقول لمواطن جنوب كردفان بأنه يحمي نفسه، وبنطالب الحكومة رئيس الوزراء تحديدا بنطالبه بإعادة النظر في كل العقود بتاعت الشركات والجهات المنحتة الامتياز التعديني في جنوب كردفان أن يعاد النظر فيهم، لأنه هذه الشركات أخذت امتياز بتاع تعدين، وعندما نقول تعدين يعني عمليات ممرحلة حتى نصل حتى نصل لمرحلة الإنتاج. ولكن المؤسف بأنهم جوليجو يعني ذهب قاعد في 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 أكوام جبال بتاعت كرتة وطوالي أخذوها، يعني حتى النسبة المغررة للدولة هذه الشركات أنا أشك في إنها بتوفي بها. شركات ملاك هذه الشركات الناس يفتقرون للأخلاق، لأنه يعني أنت عشان تعمل في بيئة لابد من تحافظ على الحياة، على سلامة البيئة، على سلامة البيئة. فكيف تعمل في 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 وسط مجتمع بسيط؟ يعني أنا يعني الكلام بتاع إنه التوعية، لا بالعكس، الشركات هي مسؤولية مباشرة من إنها هي تحقق الشروط بتاعت السلامة، ومش هتوعيه في ايه يعني؟ خليها هي تقوم بدورها الاساسي. لو هي قامت باصحاح البيئة بالطريقة الصحيحة وقامت بحفظ السلام ما كانت اصلا الانسان تأثر. لكن الخطأ انا احمل المسؤولية للشركات واحمل المسؤولية
المباشرة لملاك الشركات والجهات اللي أدتهم التصديق. أستاذنا وقع الله، على الرغم أنه معظم المشروعات التنموية الكبرى دائما الشركات مثلا بتكون عليها مسألة المسؤولية الاجتماعية، هناك مسؤولية تجاه المجتمع بغض النظر عن أنها هي بتدمر البيئة، بتعمل آثار سالبة أو خلافة كما يجري الآن. لو افترضنا أنه هذه الشركات التي تعمل في إطار التعدين كل عملها كان في إطار دمار البيئة ودمار الإنسان ودمار الحيوان، ماذا قدمت هذه الشركات من مسؤولية اجتماعية فضلا عن أنها تزيل هذه الآثار أو تضيف منشآت أخرى تحتاجها هذه المدن التي تقع في الولايات المختلفة المحافظات التي ذكرتها؟ يعني هو أنا في تقديري كان أضعف حلقة في هذا الجانب هي حلقة المسؤولية الاجتماعية لهذه الشركات، يعني أخلاقيا وبنص العقود نصت هذه العقود أن تكون هنالك مسؤولية اجتماعية، وهذه المسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية لهذه الشركات كانت يعني الغرض منها أن تطمئن المواطنين في مناطق التعدين ومناطقهم التي يعني أخذت في مجال التعدين في معالجة آثار البيئة ومعالجة القضايا أخرى زي المياه ومصادر المياه إلى آخره. أيضا هنالك شركات في مناطق أخرى في المسؤولية الاجتماعية بنت مدارس، أقامت مستشفيات وشيدت صروح كثيرة جدا في التنمية. لكن في جنوب كردفان واحدة من الإخفاقات الكبيرة حكومة ولاية جنوب كردفان يعني كانت مقصرة جدا في متابعة هذه الشركات في مسؤوليتها الاجتماعية. الشركات هنا وجدت هذا التغافل عمدت إلى 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 حيل خطيرة جدا. هي استقطبت مجموعة من الأمراء وبعض العمد والمشايخ في الإدارة الأهلية وكونت يعني ما يسمى باللجان المسؤولية المجتمعية على مستوى المحليات. هذه المسؤولية الاجتماعية كانت تذهب في 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 شكل نقود وليست في شكل خدمات، ولذلك نحن في المجلس حين استدعينا الحكومة وزارة المالية وإدارة التعدين أيضا مفوضية التعدين علمنا تماما أن هذه معظم قضايا المسؤولية الاجتماعية عبارة عن مصاريف تدفع لبعض الناس تذهب إلى جيوبهم، لذلك أوقفنا هذا العبث. لكنها ليست لها علاقة أصلا بالمواطن من حيث نعم. البنيات الأساسية مستشفيات مدارس أو خلافه. نعم أوقفنا هذا العبث وأصدرنا قرار فوري من المجلس وطالبنا الشركات أن تأتي بقائمة بيانات عن مسؤوليتها الاجتماعية والأعمال التي قامت بها، فوجدنا النتيجة صفر. لذلك بعد ذلك ألزمنا كل هذه الشركات والحكومة من خلال المجلس أن لا تقدم أي إعانات لأفراد أو لمجموعات، إنما تقدم في إطار خدمات مدارس صحة في مجال الصحة، في مجال التعليم، مجال المياه إلى آخره. ولكن كانت هذه المسألة في الأيام الأخيرة فما أجدت هذه المحاولات وما أجدت هذه الإجراءات، وانتهى الأمر إلى هذه الكارثة البيئية وهذه الكارثة التي دمرت الآن البيئة بصورة كبيرة جدا، وهنالك عدد من المصابين الآن في جنوب كردفان، وستصحر تباعا آثار هذه المواد الضارة والسامة والمواد المحظورة دوليا على حياة الناس في مغبل الأيام. لذلك نحن نطالب بتحقيق فوري وعاجل وشفاف من حكومة السيد حمدوك حتى نصل إلى هذه النتائج. نأمل أن تكون هذه الإشارات هي واضحة وأن تساهم في رفع هذا الضرر سواء كان مركزيا أو ولائيا. إنسان جنوب كردفان الآن، أنا ما أتحدث عن محاصصة أو حظوظ، لكن على الأقل رئيس مجلس الوزراء الانتقالي هو الآن ينتمي إلى جنوب كردفان جغرافيا وجزء أساسي منها، وبالتالي أنا آمل أن تكون حكومته عبر الوزارة المختصة أن تنظر في هذه المسائل نظرة فاحصة حتى تعيد لهذه البيئة سلامتها وأن تهيئ هذه الأجواء وأن تعود كل الأضرار التي خلفتها هذه الشركات. دعونا نتحدث باشمهندس عن بعض الجوانب الأخرى. جنوب كردفان هي واحدة من الولايات الآن لها شغل شاغل في مسألة الزراعة والرعي، أيضا هذه واحدة من مجالات التكسب. كيف تنظر لهذه الأوضاع خلال فصل الخريف الذي أمطر الآن عدد من الولايات بفيضانات ومياه ربما يكون ألحقت أضرار كثيفة؟ ماذا عن جنوب كردفان من حيث الزراعة والمطر والوفر؟ يعني
ينوب كردفان لا شك بأنها ولاية زراعية بامتياز. صحيح التنمية الزراعية في جنوب كردفان محدودة ومحدودة جدا، وكان نحن في مجلس تشريع جنوب كردفان شغلنا الشاغل وكثيرا ما نتحدث مع وزير الزراعة بأن يخترق في إيجاد مستثمرين. يعني أنا أذكر مرة من المرات في خطاب الوزير أمام المجلس التشريعي، الوزير ذكر أنه عنده 3-4 مشاريع ما قدر ينفذها لأنه يعني ما قادر يعمل حاجة. فطالبته قلت له أنت 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 موظف ولا وزير؟ ما تشيل ورقك ودراساتك دي وتمشي تخترق أي سفارة في الخرطوم، عرفهم بنفسك وقول لهم يا أخي أنا وزير من جنوب كردفان ودي دراسات منطقة، عرف عن منطقتك جنوب كردفان، عن مشروعاتك المقترحة، عرف عن جنوب كردفان. في سفرة هنا ما عارفين عن جنوب كردفان، عرفهم ووريهم انك انت وزير وقدم لهم دراساتك. هذا في اطار الاستثمارات العامة. أيوة مثلا بالتأكيد حتوجد. في العموم جنوب كردفان يعني الخريف الآن خريف مبشر، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة. هل هنالك عدد من الوبائيات والأمراض الفيضانات؟ بالتأكيد. الشيء الطبيعي أنه يعني مع كل موسم خريف خاصة بتكون هناك وبائيات. ونحن في جنوب كردفان عندنا إشكالية كبرى في كل المحليات اللي هي الباعوض، وكان مدعومين من المنظمات الدولية، ولكن برضو بتحصل فيه يعني مفاسد. ويمكن كنا مع الأستاذ أعضاء في لجان بتاع التحقيق في الأموال اللي بتتبرع بها منظمات بتذهب لجيوب ناس وبتذهب للتنظيم بدل ما تمشي لإصحاح البيع، حتى الناموسيات باعوها. أستاذ عبد الله لم يتبقى لي زمن حقيقة، أنا أريد أن نتحدث عن نقطة أخيرة هي مختصة بمسألة تجميد صندوق دعم السلام في ولاية جنوب كردفان. هنالك ضغط حول هذا الصندوق، قرار من المجلس العسكري بتجميده، هنالك بعض الأصوات تنادي بأن يعاد هذا الصندوق ويظل موجود، ما هي الجدوى؟ هل هو الأفضل أن يكون الآن مجمد أم الأفضل أن فقط تجميده؟ وفي ظل الحراك الدائر الآن صندوق السلامة والصندوق الدعم السلام في جنوب كردفان صندوق فاسد، صندوق أفسد فساد كبير جدا جدا ولم يحقق النتائج التي يعني من أجلها صدر. الآن لا نريد بتجميده ولا نريد أن يلغى، لكن نريد هيكلته. أنا كتبت أكثر من مقال حول هذا الصندوق، والصندوق كل المشروعات التي قام بها في مجال المياه، مجال التعليم، مجال الصحة، المجال الثقافي، كل هذه المشروعات مضروبة، قامت على خير دراسة، قامت على خير علمية وموضوعية، فيها فساد كبير جدا جدا، وكل هذه المشروعات لم يكتمل منها مشروعا واحدا. الآن قضية إعادة هذا الصندوق بهذا الشكل لا تفي بالغرض. نحن طالبنا أكثر من مرة لابد من إعادة هيكلة هذا الصندوق، وأن تسند إدارة هذا الصندوق إلى مجموعة اقتصادية وإدارية. إذن إعادة هيكلة هذا الصندوق ومسألة تتابع إنسان جنوب كردفان أو تتبع إنسان جنوب كردفان لكل هذه المآسي ولكل هذه المشكلات التي وقعت في الولاية، سواء كان من جراء الحروب التي وقعت عليها أو تدمير البيئة، تبقى هي مساحات الآن نطرحها من قناة درمان الفضائية من هذا المنبر تحديدا إلى كافة شعب ولاية جنوب كردفان أن يتحدثوا عن حقوقهم وأن يظلوا متمسكين بها في ولاية جنوب كردفان، وأن يتقدموا بكل الأدلة التي يملكونها في هذه التجاوزات، وأن تتم هنالك إعادة هيكلة لهذا الوضع البائس حتى ينعم إنسان جنوب كردفان بعد أن يعم السلام في ولايته، ينعم بالخير الوفير الذي هو الآن داخل الأرض وباطنها. لكم تحياتي إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا.